ادي دواء في صوره برو دراج انكتيف، وانا عارف ان بيحصل له اكتيفيشن في الليفر، هل اقدر ادي الدواء ده انترافينوس؟ نيفر. ليه؟ هو انا لو اديته انترافينوس هيخش التشو الساتش، واحنا اتفقنا ان هو اكتيف ولا انكتيف؟ انكتيف. يبقى انا لازم مضطر ادي الدواء ده، ها، لازم يتاخد اورال، ما ينفعش يتاخد الا اورال. ليه بدي اورال؟ زي ما قلت في الابزوربشن، كل الابزوربشن من الجي اي تي بيروح الاول، اول ستيب ليه بيروح على الليفر عشان يحصل له اكتيفيشن، يخرج من الليفر اكتيف، يبدا يخش التشو ويشتغل. طبعا في عندنا هنا ادويه هنعرفها ليتر اون، بس من ضمنها في من الحاجات المشهوره قوي حاجه مثلا زي الانالابريل، حاجه مجموعه اللي هي الانجوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتورز، دي بتبقى انكتيف، لازم الاول الليفر في معظمها يعني تحولها الى حاجه اكتيف. لما نيجي نتكلم بقى على الجروب ده هاجي اقول ايه؟ اي واحد من اللي هو البرو دراج ده لازم يتاخد ايه؟ يتاخد اورال. طب انت لو عايز تدي الدواء ده في امرجنسي وعايز تديه اي في، بتدي انهي فورم؟ بتدي الاكتيف فورم، ما بتديش البرو دراج. يبقى دي حاجه من الحاجات المهمه. برضو هنسمع عن حاجه زي الامبيسيلين. مثلا الامبيسيلين ده انتي بايوتيك، واكتشفنا ان لو انا بدي الامبيسيلين ده اورال هو بيقعد بكميه او بتركيز عالي شويه في الجي اي تي فيعمل سيفير دايريه. فانا اقدر اعمل ايه في الامبيسيلين ده؟ لو انت عايز تديه اورال ممكن تديه في صوره امبيسيلين ايه؟ برو دراج. لما هتديه برو دراج هيحصل له ايه؟ مش هيعمل دايريه، والاول يروح على الليفر يحصل له اكتيفيشن، يبقى انت تجنبت انه يحصل دايريه. لكن لما تيجي تدي الامبيسيلين انجكشن ما ينفعش تدي ايه؟ ما ينفعش تدي البرو امبيسيلين، لازم تدي الامبيسيلين اكتيف فور. فدي قاعده مهمه، اي دواء برو دراج لازم يحصل له اكتيفيشن في الليفر لازم يتاخد اورال. لو اديته انترافينوس مش هيشتغل. تالت حاجه، في برضه عندنا ان انا ممكن ادي الدواء ده بيبقى اكتيف فور وبعدين يخش في الليفر يتحول الى ميتابولايت بيبقى مور اكتيف. اول ستيب ليه انه يتحول الى مور اكتيف ميتابولايت، وبعد كده ممكن يحصل له ايه بقى؟ ها، زي ما حصل في اللي فات، يا اما يحصل له انكتيفيشن او يحصل له اكسكريشن، بس في ستيب مهمه ان هو بيتحول الى مور اكتيف فور. والحقيقه ده من اشهر الادويه، عندنا ادويه بيحصل فيها الشكل ده، بس من اشهرهم في دواء مشهور قوي اللي هو الكودين. الكودين ده ايه؟ ده دواء كحه، والكودين ده بيعتبر واحد من الاوبيويد. هو الكودين ده بيتحول اول خطوه في الجسم بيتحول الى مورفين، يعني اول ما يخش الليفر يتحول الى مورفين. ما ده هيفصل لنا حاجه مهمه، هو احنا مش بنسمع ساعات عن الناس اللي بتاخد دواء كحه، كان زمان ده افيلابل، ده ما كانش جدول، طبعا دخل جدول. كانت الناس تخش وبتاخد دواء الكحه وبتعمل فيه ايه؟ بتشربه مره واحده. الدواء ده كان فيه كودين، هو لما يشربه مره واحده يتحول جوه الجسم الى ايه؟ مورفين، فيدي افكت اعلى، عشان كده كان بيتاخد مره واحده. طبعا هنا بقى زي ما هنعرف بعد شويه ان في انزيم معين هو اللي مسؤول عن الخطوه دي.
بتختلف زي ما هنشوف. ممكن جدا احنا كلنا كده يبقى الانزايم ده عندنا بنسب ايه؟ بنسب مختلفة. ففي ناس تاخد الكودين ده يتحول لمورفين بكمية كبيرة، وفي ناس تاخد الكودين ما يتحول او يتحول جزء صغير منه الى مورفين. في برضو احتمال تاني ان الدواء هو بيبقى اكتف، بس اول ستيب ليه جوه الليفر ممكن يتحول الى حاجة توكسيك ميتابولايت. التوكسيك ميتابولايت ده مفيش منه مشكلة، لانه برضو بعد كده بيبدأ الليفر هو نفس الليفر بيعمل له ديتوكسيفيكيشن. وده من الأدوية المشهورة قوي، دواء اللي هو الباراسيتامول. بتاع ايه الباراسيتامول ده؟ البنادول. البنادول ده جزء صغير منه بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، الاول يتحول لحاجة توكسيك ميتابولايت. بس طالما انت بتاخد ثيرابيتيك دوز طبيعية مفيش منه خوف. ليه؟ لان الليفر بيبقى فيها الديفنس ميكانيزم، بيبقى فيها حاجة بتعمل لي الديتوكسيفيكيشن. ده بشرط انك تكون واخد انهي دوز؟ ثيرابيتيك دوز. امال امتى مشكلته تبان؟ ده بيعتبر من ضمن الادوية اللي هي ريبورتد في العالم ان ناس بنسبة مش قليلة ممكن يستعملوها للانتحار. ده هنا هياخد ايه؟ ده ممكن بياخد بقى علبة كاملة. كده احنا عدينا مرحلة الثيرابيوتيك. مع كل جرعة بياخدها جزء بيتحول لتوكسيك، فما تاخد جرعة كبيرة معظم الدواء يتحول لحاجة توكسيك، وده بيبقى توكسيك للليفر. بس الحقيقة انا تملي ما بنصحش باللي عايز ينتحر ينتحر بباراسيتامول، لانه مش هيموت، هيعيش بليفر فيلير بس. فيعني مش يعني ما هو مش ما هو ما استريحش، وفي نفس الوقت هيعيش بليفر فيلير. فيعني مش من الحاجات المحببة او المفضلة انها تستعمل للانتحار. فيعني ما يعني شيلوها من دماغكم. فده اللي هو الكونسيكونس بتاعنا او الريزلت. يبقى خلينا فاكرين انه معظم الادوية بتاعتنا الليفر بيعمل لها inactivation ويحولها الى حاجة water soluble to be easily excreted. وبعدين في بقى حاجات exception، في حاجة ممكن تبقى برو دراج، واتفقنا ان البرو دراج لازم يتاخد اورال. لو هو بيحصل له اكتيفيشن في الليفر لازم اديه اورال. اللي هو اكتف يتحول الى مور اكتف الاول وبعدين يحصل له دي اكتيفيشن، في ادوية بالمنظر ده. طبعا دي بتبقى ساعات بتعمل لنا مشكلة في التريتمنت. يعني انت لما بتدي دواء انت كده هو الدواء الجسم بيتخلص منه في نسبة معينة، فمفعوله بيروح. لكن خد بالك ان انا عندي كمان اكتف ميتابولايت. وفي ادوية لما نيجي ناخد نتكلم عليها مثلا زي الدازبام ده، فاليوم مثلا، فاليوم ده منوم. منوم ده بقى لما تديه لحد ممكن يقعد يشتغل معاه. هو الدواء بيشتغل مثلا عدد ساعات كبيرة، وكمان بيتحول جوه الجسم الاكتف اكتف ميتابولايت. فدي كلها بتبقى في اعتباراتنا واحنا بنستعمل الدواء مع العيانين. زي ما قلت ممكن يتحول الاول الى توكسيك وبعدين يحصل له ديتوكسيفيكيشن. طيب البروسيس بقى اللي بتتم جوه الليفر دي بتحصل ازاي؟ او الدواء بيمر بكام فيز علشان يحصل له ميتابوليزم؟ اول حاجة ان انا غالبا في معظم الادوية عندي هما تو فيزز ممكن الدواء يمر بيهم. اول حاجة ودي بنسميها فيز 1. فيز 1 دي بتبقى حاجة نون سينسيتيك،
يعني انت مش بتصنع حاجة. انت داخل، لو تخيلنا ادي الدرج، بتبدأ تعمل فيه ايه؟ بتبدأ تجيب انزيم جوه في الليفر يبدأ يعمل له ايه؟ هيدروليسز، يكسره، يعمل له اوكسيديشن، يعمل له ريدكشن. دي بروسس كلها بتتم في الليفر، ودي بسميها فيز 1 او نون سينثيتك. طب ايه الهدف من فيز 1؟ الهدف من فيز 1 ان انا احول الدواء بتاعي ده الى حاجه اناكتيف، ووتر سوليبل. واتفقنا ليه ببقى عايز ووتر سوليبل؟ عشان يحصل له ايه؟ يحصل له اكسكريشن. يجي هنا السؤال بقى، هي فيز 1 دي بتقدر تعمل ده في كل الادويه اللي بناخدها؟ لا. يعني في عندي احتمال ان الدواء اللي يخش فيز 1 يخرج منها ايه؟ ها؟ مش هيبقى اناكتف، ستيل ايه؟ ستيل اكتف. هيخرج منها بقى شويه ووتر سوليبل، لكن مش بالدرجه اللي تعمل له ايه؟ تعمل له اكسكريشن. يبقى هنا في احتمال انه لا ما يبقاش اناكتف، احتمال ان الووتر سوليبيليتي بتاعته ضعيفه عشان يحصل له اكسكريشن. في الحاله دي الجسم بيعمل ايه؟ لو هو ستيل في الوضع ده يبدا يدخله على حاجه اسمها فيز 2. انا بقول ده لسبب ان تملي بيبقى فيه سؤال بيجي في ذهننا على طول، هو اي دواء لازم يخش في فيز 1 وفيز 2؟ مش شرط. في دواء ممكن يخش في فيز 1 خلاص الجسم خلص منه، وفي دواء تاني لا لازم يخش في فيز 1 وفيز 2، وفي اكسبشن يعني قليل قوي ممكن الكلام ده يبقى معكوس، بس ما تشغلوش بالكم لانه مش ده الطبيعي بتاعه. فيز 2 دي بقى سينثيتك، ودي بيحصل فيها حاجه اسمها كونجوجيشن. ايه الكونجوجيشن ده؟ ببدا اجي على الدواء بتاع الموليكيول ده واحط جروب من عندي في الجسم عشان يتحول لحاجه اسمها كونجوجيت. الكونجوجيت دي بقت ايه بقى؟ بقت عباره عن الدواء ماسك فيه ايه؟ ماسك فيه كيميكال جروب. الكيميكال جروب دي ممكن تبقى اسيتايل جروب، ممكن تبقى سلفيت جروب. من اشهر الجروب اللي هو الجلوكيورونيك اسيد، فيتحول الدواء بتاعي الى جلوكيورونيك كونجوجيت. 99.9% من الدواء الكونجوجيت ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى inactive water soluble. او بمعنى تاني فيز 2 ما بتهزرش. احنا قلنا فيز 1 ممكن الدواء يخرج منها ايه؟ لسه ستيل في شويه اكتيفيتي، ستيل مش هو مش مجرد مش ووتر سوليبل بدرجه عاليه، لكن فيز 2 لا. فيز 2 غالبا الدواء بيخرج منها ووتر سوليبل وبيبقى اناكتف. هو في دواء واحد استثنى واحد بس مش مهم منين دلوقتي، لكن ده الكومن اللي بيحصل معايا. طيب ايه بقى الانزيمز اللي مسؤوله هنا؟ طبعا في فيز 1 في عندي انزيمز كتيره، اهم واحد مسؤول عن فيز 1 اللي هو سيتوكروم بي 450. سيتوكروم بي 450، يبقى السيتوكروم بي 450 ده هو المين انزيم اللي مسؤول عن فيز 1. وزي ما عرفنا بقى ان السيتوكروم بي 450 ما بقاش انزيم واحد، لا ده طلع عندي بقى بيبقى فيه فاميليز
وفي سب فاميليز وفي جينز بقى مسؤولة عنه. فابتدينا نسمع عن السيتوكروم بي 450، ابتدينا نسمع كلمة 3A4 2D6 2C9 حاجات كتيرة قوي طلعت. طلع بقى عندي في كمية كبيرة من الانزيمز. ده بيفسر لنا حاجة مهمة يا جماعة. احنا زمان احنا نيجي كنا بنتكلم على ان انا عندي دواء بيتكسر بانزيم معين اللي هو السيتوكروم بي 450، فكنت لو اديت دواء تاني بيتكسر بالسيتوكروم بي 450 كده هيحصل ايه على الانزيم؟ في كومبيتيشن، فالميتابوليزم بتاع الدواء الاولاني ممكن ايه؟ ممكن يقل. ده كان الفكر زمان. الوضع اتغير دلوقتي. ان انت عشان تقول يحصل الكومبيتيشن ده لازم تبقى عارف ايه هو الدواء بيتكسر بانهي سب تايب من سيتوكروم بي 450. ما بقاش الموضوع بقى كده ايه ده بيتكسر بالسيتوكروم وهو ده اللي انا جبت سيرته برضه المره اللي فاتت لو تفتكروا على الديسبيسمنت. كان زمان الناس تقول ده دراج انتر اكشن، اما تيجي بقى تديك كلينيكال للعيان ما بيحصلش منه حاجه. ليه بقى؟ لان هما ديفرنت انزايم فما فيش اي مشكله. كلينيكالي ما حصلش منه اي مشاكل خالص. فدي من الحاجات اللي هي غيرت فكر الدراج انتر اكشن. طبعا سايتوكروم بي 450 ساعات بيسموه بقى ميكسد فانكشن اوكسيديز، دي كذا اسم كده بس هو احنا بنحب كلمه سايتوكروم. وده بيمثل هو الفاميلي والسب فاميلي والجين اللي مسؤول عنه. بقى عندي فيه جروفز كتيره منه. في انزيم تاني مشهور قوي هنا اللي هو جلوكونايل ترانسفريز. الجلوكونايل ترانسفريز واضح من اسمه ان هو ده بيعمل ايه؟ بيعمل كونجوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد. الاثنين دول موجودين فين؟ جوه الهيباتيك سيل. دول موجودين في حاجة اسمها مايكروزومز. أكيد عارفين الاستراكشر اللي اسمه مايكروزوم. النوعين دول من الإنزيم موجودين جوه المايكروزوم، فبنسميهم إيه؟ مايكروزومال إنزيم. طب أي إنزيم تاني طالما مش دول هيبقى اسمه ايه؟ نون مايكروزومال انزيم. طب احنا ليه مهتمين بالتفرقه دي؟ لان زي ما هنعرف دلوقتي ان المايكروزومال انزيم دي liable for induction and inhibition. وهنشوف دلوقتي يعني ايه induction ويعني ايه انهبيشن. يبقى هنا في نقطة مهمة. هو المايكروزومال انزيم مسؤول عن انهي فيز؟ اتنين. سيتوكروم ده انهي فيز؟ فيز 1. والجلوكونايل ده كام فيز؟ ده فيز 2. المايكروزومال انزيم لايبل فور اندكشن اند انهبيشن. هنعرف حالا دلوقتي يعني ايه اندكشن. والكلام ده طبعا كلينيكالي ليه سيجنيفيكانس عاليه جدا زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى الميتابوليزم غالبا يبقى تو فيزز. فيز 1 هي بتعمل تبدا الشغل، تبدا تعمل ايه؟ بتحاول تعمل انكتيفيشن، تحوله لحاجه ووتر سوليبل. لو ما قدرتش يخش الدواء على ايه؟ على فيز 2. واتفقنا ان فيز 2 دي سينثيتك واللي هي مسؤوله عن الكونجوجيشن، واتفقنا انه غالبا او يعني الدواء بيحصل له تيرمينيشن للاكشن اللي هو بيحصل له كونجوجيشن وكده بيبقى تيرمينيتد. وقلت ان سيتوكروم بي 450 ده ديفرنت تايبس. السيتوكروم بي 450 مع الجلوكونايل ترانسفريز الاثنين دول مايكروزومال انزيم اللي هم
ممكن يحصل لهم induction وinhibition. في أي استفسار عندك؟ قبل ما أخش بقى في الانداكشن والانهيبيشن، افتكروا كده منطقيا، هي ايه الفاكتورز اللي ممكن تأثر على الدراج ميتابوليزم؟ منطقي، هل الايدج مهم؟ ليفر، يعني احنا اول ما بنتولد بيبقى الليفر عندنا كامل، ولا بتبقى الاكشن او الاكتيفيتي بتاعته بتبقى اقل شويه؟ لما الناس بتبدا تكبر بيبدا يحصل ايه في كفاءه الليفر؟ بتقل شويه. طيب ايه تاني ممكن ياثر؟ هل لو واحد عنده ليفر ديزيز يفرق معايا الدراج ميتابوليزم؟ طبعا يفرق. هل لو واحد عنده فارماكو جينيتك ديفكت بيفرق؟ كل ده ممكن يفرق عندي. او من الحاجات المهمه قوي اللي بتفرق الاندكشن والانهيبيشن. تعالوا نشوف الاندكشن والانهيبيشن وبعديها نشوف حاجه عن الميتابوليزم جوه الليفر. يعني ايه كلمه انزيم انديوسر او انزيم انهبيتور؟ لو تخيلنا انا عندي دواء اللي هو دراج ايه، الدراج ايه ده انا بديه لعلاج اي مرض، مش دواء مرض ايه دلوقتي، انا بديه مثلا بعالج بيه العيان مثلا عنده ايبيليبسي، عنده مثلا انفكشن، واتيفر عنده ايه، انا بديه لعلاج مرض معين. ولكن بالاضافه لان الدواء ده بيعالج، هو بيخش على الليفر. لو تخيلنا ادي الانزيم اللي مسؤوله عن تكسيره، ده نوع الانزيم اللي بيكسره، هو بيعمل ايه غير انه بيعالج؟ بيبدا بعد ايام، بنتكلم فيه اربع خمس ايام كده، يبدا يديني الشكل ده، بيتحول لحاجه كده. عمل ايه؟ ابتدى يزود الاماونت والاكتيفيتي بتاعه الانزيم اللي بيعمل فيه ايه، اللي بيكسره. وده ممكن يفسر لنا حاجه مشهوره. هو انا لما ازود الانزيم اللي بيكسر الدواء نفسه الافكت بتاعه يبدا ايه؟ هيبدا يقل، صح؟ ولما الافكت يقل كنا بنسمي ده ايه؟ تولرانس. ادي اول حاجه. يبقى وانا بدي دواء ليه البروبرتي دي، اخد بالي من ايه؟ ان انا ممكن ابقى محتاج بعد فتره ازود الجرعه. كويس. الحاجه الثانيه، ادي العيان اللي ماشي، خدوا بالكم ان البروسيس دي ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني انت لو وقفت دراج ايه في ظرف من 2 لـ3 اسابيع، ها هيرجع تاني كميه الانزيم هي هي. يبقى دي بروسيس ريفرسبل، تحصل بعد كام يوم من الكونتينيوس يوز اوف دراج، وهي ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني لو وقفت الدواء هترجع تاني زي الاول كميه الانزيم. كويس. انا حاجي العيان بقى ده جاله مرض تاني فاضطريت اكتب له دواء، فحتى اديله دراج بي،
بالصدفة أنا عارف أو طلع إن دراج بي هو برضو بيتكسر بنفس الإنزيم اللي كان بيكسر دراج إي. هنا بقى ناخد بالنا، هو دراج بي ده الأوردينري دوز بتاعته محسوبة على أنهي عيان؟ على الطبيعي ولا اللي عنده كمية أكبر من الإنزيم؟ هو الدوز بتاعته محسوبة على ده. فانت لما تيجي تدي دراج بي للعيان اللي عنده زياده في الميتابولايزنج انزايم، لو اديت نفس الدوز هتدي افكت، تعمل ايه؟ محتاج ان انا ازود الدوز، دي حاجه تانية. هو ده ممكن يعمل لنا مشكله. تعال تخيل كده، خلينا مثلا ناخد مثل اول بسيط، عيان مثلا ماشي على وارفر مثلا عشان اعمل له سيوله في الدم، وبعدين فانا العيان تعب جاله مرض تاني فديت له دواء اللي هو هنا بقى الدواء دراج ايه ده اللي بيزود الانزيم ده اللي بسميه ايه؟ انزيم ايه؟ انديوسر. رحت مديله دواء يزود الميتابولايزنج انزيم اللي بتكسر الوارفر، هيحصل ايه لو انا مش واخد بالي؟ ها؟ هيبدا الميتابوليزم بتاع الوارفر ان ايه؟ يزيد والافكت بتاعه يقل، فيجي العيان جلطه. لو انا مش واخد بالي ومش عارف ان ده الدواء التاني اللي انا بكتبه بايدي ده ممكن يبقى انزيم انديوسر، بلاش. مثال تاني، خد بالك هنا دي تعتبر مال براكتس، يعني لو حصل حاجه زي كده دي قضيه، تبقى دي قضيه، ده خطا منك مش خطا من انت، المفروض تبقى عارف الدواء اللي هتكتبه. حاجه تانيه، هفترض ان انا عندي واحده ماشيه على اورال كونتراسبتيف. انتوا عارفين الاورال كونتراسبتيف هي بتشتغل ازاي؟ هي بتشتغل بليفل معين من الاستروجين، يعني انت بتدي استروجين والاستروجين ده هو اللي بيعمل سبريشن للاف اس اتش. الست دي اللي ماشيه على الاورال كونتراسبتيف رحت انت جاي حصل لها اي مرض، رحت مديها دواء بالصدفه طلع انزيم انديوسر وحضرتك مش واخد بالك منه، ورحت مديهولها من غير ما تعمل موديفيكيشن للدوز بتاعت اللي هو الاورال كونتراسبتيف، هتعمل ايه في الميتابوليزم بتاع الاستروجين؟ هيحصل ايه للست دي؟ هيحصل فيلير للاورال كونتراسبتيف، يعني بالعربي يحصل لها ايه؟ تبقى حامل. طبعا ده برضه مال براكتس، ده خطر. انت لازم تبقى عارف الدواء اللي بتكتبه ده بيعمل ايه في الادويه. عشان كده فكره الدراج هيستوري دي مهمه، دي حاجه من الحاجات المهمه اللي هي انا شخصيا بحب ان هي تبقى من الحاجات المهمه قوي واحنا بنتعامل مع اي كيس او اي بروبلم سولفنج على مدار السنه بتاعتنا، دي من الحاجات اللي لازم تبقى في دماغنا فكره الدراج هيستوري. يبقى كل ده انا بسمي دراج ايه ده اسمه انزيم انديوسر. يبقى اي دواء تقرا عنه ان هو انزيم انديوسر تتوقع منه ايه؟ نمره واحد ان ممكن يحصل منه ايه بعد فتره من الاستعمال؟ يحصل تولرنس. نمره اثنين، لو بتدي دواء تاني بيتكسر بنفس الانزيم خد بالك ممكن تبقى محتاج دوز ايه؟ اعلى من الدواء ده. خد بالك لو هتدي الدواء ده في عيان ماشي على دواء كرونيك وكان هو برضه ده اللي هيزود الميتابوليزم بتاع الدواء اللي كان عيان ماشي عليه، خد بالك ان انت بتحتاج تعمل ايه في الدوز بتاع الدواء اللي العيان ماشي عليه، تعمل حاجه اسمها ري ادجاست الدوز علشان ما يحصلش فيلير اوف ثيرابي. طب هل ده بقى يعني ليه كمان كلينيكال ابلكيشن؟
احنا فاكرين ده بيحصل مينلي في الميكروزومال انزايم اللي هم مين ومين؟ اللي هم السيتوكروم والتاني اللي هو مين؟ جلوكرونايل ترانسفيريز. ده برضو ممكن يبقى له كلينيكال ابليكيشن. دلوقتي اي طفل بيتولد بيجيله جوندس ولا لا؟ اي طفل بيتولد مش شرط على حسب لازم يجيله جوندس، لازم يجيله جوندس. ليه؟ هو طول ما هو جوه ده بيبقى مفيش لانج، مفيش اكسجين، فالجسم كديفنس ميكانيزم عامل ايه في الار بي سيز؟ مزود الار بي سيز. اول ما يتولد يبدا في نمبر معين من الار بي سيز لازم يحصل له هيموليسيس. اول ما بيعمل هيموليسيس للار بي سيز بيخرج منها البليروبين. كان انهي نوع من البليروبين؟ اللي هو بنسميه ان كونجوجيتد. الان كونجوجيتد بليروبين ده بيبدا يخش في الليفر، ها يشتغل عليه انهي انزيم؟ جلوكرونايل ترانسفيريز انزيم. يعمل له ايه؟ يعمل له كونجوجيشن. واحنا اتفقنا ان اي حاجه كونجوجيت ها انكتيف، و هنا بقى ما يبقى ووتر سوليبل هيبقى ايه؟ ايزلي اكسكريتد. يبقى اي طفل بيتولد بيجيله صفر. طيب مين اللي بيخوفني اكتر بقى؟ الانكونجوجيتد بليروبين ولا الكونجوجيتد؟ ليه؟ لانه ليبيد سوليبل. الليبيد سوليبل بليروبين ده ممكن يعدي يخش البرين ويبدا يترسب في البرين. وهنا بقى اللي انتوا بتقولوا عليه اللي هو على حسب وما يحصلش، هنا لو اترسب بيعمل حاجة اسمها كيرنكترس. هو ايه الفرق بين ان انا اقول فيسيولوجيكال جوندس وكيرنكترس؟ في فرق كبير قوي. فيسيولوجيكال جوندس دي بتحصل في كل الاطفال، اوكي، لكن لما اقول كيرنكترس يبقى ايه؟ البليروبين ترسب في السي ان اس، وده ممكن يبقى فيتال او طبعا بيسيب اثار بعد كده للبيبي. طب انا بعد ما عرفنا الكلام ده لما هفكر في علاج طفل عنده جوندس علشان ما يجيب. طبعا احنا بنتابع بقى البيبي، بشوف البليروبين بتاعه وصل لكام، لحد ما يوصل ليفل معين ابدا اتدخل عشان ما ايه؟ ما يعلاش قوي. من ضمن طرق العلاج، طبعا في طرق علاج كتير، بس من ضمن طرق العلاج اللي ممكن يستعملها تفتكروا ايه؟ بالظبط كده. ممكن ادي دواء يعمل اندكشن لمين؟ انا هنا هستفيد بقى ان هو ايه؟ مايكروزومال، وان هو لايبل فور اندكشن اند انهبيشن. فحد ادي دواء زي الفينوباربيتون، ده من ضمن طرق العلاج. طبعا ممكن يبقى في حاجات طلعت ادت، لكن ستيل واحد من الحاجات اللي هي ممكن تبقى اوبشن في علاج حاجه زي كده. فتبدا تدي عشان تعمل ايه في الانزيم ده؟ تعمل اندكشن في الانزيم دي برضو بتفيدني فيها. يبقى الانزيم انديوسر اوعى تنسى انه ممكن يعمل توليرنس، اوعى تنسى لو اديت معاه دواء تاني، اوعى تنسى ان هو ريفرسبل، يحصل بعد كام يوم من الكونتينوس يوز، ولما توقف مفعوله بيختفي من 2 لـ3 أسابيع. اوعى تفضل ماشي على الدراج بي اللي انا قلت عليه ده بنفس الدوز وتكون انت وقفت اللي هو دراج ايه. دي كلها لازم تبقى في اعتباراتي وانا بحط دوايين مع بعض، ده اللي هو بنسميه دراج انتراكشن. في اي استفسار؟
الناحية التانية بقى هيبقى الانزيم ايه؟ ها؟ احنا اتكلمنا على الانديوسر، هنا هنتكلم على الانزيم ايه بقى؟ انهبيشن. ايه الانزيم انهبيشن بقى؟ هو عكس الايه؟ الانزيم انديوسر، هو هو ولكن هيفرق. يفرق في ايه؟ انت هنا دراج ايه بتديه، هل بعد شويه لما تيجي تمشي على دراج ايه، ايه اللي يحصل في الانزيم هنا؟ ها يحصل ايه؟ ده انهبيتور، هتبدا تقل الاكتيفيتي والاماونت، يعني بدل ما تزيد لا دي هتبقى بتقل اهي، تبدا تقل. ها هي ريفرس ولا مش ريفرسبل؟ اه ريفرس. هي بالظبط الفرق الوحيد هو ايه؟ ان هنا كميه الانزيم ابتدت تقل. ها هتدي دواء تاني معاه هيحصل ايه في الافكت بتاعه؟ هيزيد يعمل ايه؟ هنا بقى يعمل توكسيستي. لو اديت نفس الدوز بتاعت اللي انت بتديها متعود تديها في الدواء ده، يعني ناخد بالنا ان لو بتدي انزيم انديوسر وبتدي دواء تاني معاه هيحصل ايه من الدواء التاني؟ يحصل فيلير اوف دراج بي. يعني ايه فيلير؟ ما اشتغلش. اوكي، فانت محتاج تعمل ايه في الدوز؟ تزود. لكن لو هتدي مع انزيم انهبيتور ايه الريسك اللي ممكن يحصل؟ توكسيستي. في الحاله دي هتبقى محتاج تعمل ايه في الدوز؟ محتاج تقلل الدوز. طب ادويه زي كده مين؟ يعني مثلا انزيم انديوسر، انزيم انديوسر في عندنا حاجه مثلا زي الفينوباربيتون، في فينيتوين، في كاربامازيبين، دول كلهم يا جماعه ادويه ابيليبسي. انت متخيل ادويه ابيليبسي دي بتتاخد كام سنه على الاقل؟ هنتكلم في مينيموم سنتين. يعني العيان اللي عنده ابيليبسي ماشي على واحد من دول فتره السنتين. طب وده يفرق معايا في ايه؟ لو انا باخد منه هيستوري وعارف انه ماشي على دواء من دول، ها؟ وجيت اديله دواء تاني، خد بالك لو بيتكسر بنفس الانزيم ده محتاج تعمل ري ادجست الدوز. ها؟ طب بلاش، من ضمن كمان الانزيم انديوسر نيكوتين. ده يفصل لك ايه؟ ناس السموكرز ممكن انا محتاجه دوز ايه؟ اعلى، لان هو اوريدي عنده انزيم اندكشن. فدي بنسميها انديوسر. اما اجي اكزامبل على الانهيبيتور هبص الاقي معظم الانتي بايوتيك، كتير قوي من الانتي بايوتيك انزيم انهيبيتور، وهنا الريسك بتاع الانهيبيشن اخطر. ان ممكن يعمل ايه من الدواء التاني؟ طبعا بيعمل توكسيستي، بس خلينا فاكرين ان البروسيس دي كلها ريفرسبل، يعني مش حاجه بتحصل وما بتختفيش. اوكي، في اي استفسار؟ ري ادجستمنت ازود ولا يعني دايما ازود؟ ايه رايك؟ كلمة ري ايه رأيك كلمة ري ادجستمنت؟ أنت ما أنا ما قلتش ليه أزود؟ ما قلتش ليه أقلل؟ لأنك أنت لو بتدي انديوسر هتعملي إيه في الدوز بتاع الدواء التاني؟ هتزودي. لو بتدي انهبيتور هتعملي إيه؟ هقلل. يبقى كلمة ري ادجست هو ري ادجست، عيدي حسابات الجرعة بتاعتك سواء بإيه أو بإيه؟ بالزيادة أو بالزيادة. فكلمة ري ادجستمنت ساينتفكلي هي الصح لو انت عايز تتكلميها ان جنرال، لكن لو بتكلم على انديوسر زياده، على انهيبيتور قللي، لكن لما تقولي بقى انت بتدي دواء ها وبيعمل حاجه في الانزيم، كلمه ري ادجست الدوز هي الساينتفك الاصح، انك انت الري ادجست زي مثلا تشينج. هي تشينج دي يعني ايه؟ زياده او نقصان، ما تفرقش معايا في ها
في اي سؤال؟ طيب اخر حاجه هتكلم عليها في الميتابوليزم، هناخد بريك 5 دقايق واتكلم على الميتابوليزم. تعالوا نشوف بقى في الميتابوليزم السؤال اللي انت كنت بتساله ده. تعالوا كده نتخيل مع بعض، ادي عندي هفترض ادي ليفر وفي عندي ادي الميتابولايزنج انزيم اهي. هفترض ان ادي الارتيريال سبلاي، ادي ارتري وادي الفين. هفترض ان ده ميتابوليزم عادي، يعني ما تشغلوش بالكم، هو ده مش فيرست باس، ده ميتابوليزم عادي. الدواء بعد ما راح سيستميك هيبدا يحصل له ميتابوليزم في الليفر. فادي الارتري داخل فيه هفترض كميه معينه من الدواء، دخل عدى على الميتابولايزنج انزيم، فالميتابولايزنج انزيم راحت مكسره ايه؟ كسره جزء، وخرج هنا في الفين جزء تاني، او اللي فضل اتكسر جزء واللي فضل خرج في الفين. ده اللي بيحصل في الليفر. يعني انت لما بتدخل دواء للليفر هي ما بتكسروش كله، ده كاينتك وده انزيمز ودي بروسس بتتم كده. فجزء اللي بيخش حبه بيتكسروا وحبه بيخرجوا، بيتكسروا مره تانيه، لكن مفيش حاجه اسمها بكسر 100% من الدواء اللي بيخش الليفر. مفيش حاجه اسمها، مفيش انزيم بيشتغل 100%. دي رولز عارفينها من الكاينتيك بتاعه اي انزيم. طب تعالوا نبص كده في الدواء ده. هو هفترض ان دخل في الارتري 10 مولكيول من الدواء، خرج منهم في الباسج ده خرج 2 مولكيول. يعني كام مولكيول اتكسر في الرحلة دي؟ ها؟ جبتوها منين؟ عملتوا ايه؟ ها؟ الكونسنتريشن اللي فين؟ اللي في الارتري ماينس الكونسنتريشن اللي في الفين، صح؟ فانتوا قلتوا 10 ناقص 2 يساوي كام؟ 8. ده معناه ايه؟ ده معناه ان من كل 10 مولكيول بيخشوا الليفر كام منهم بيتكسروا؟ 8 بيتكسروا. ده ما يدينيش انديكيشن عن حاجه. هنا تفتكروا شكل الانزيم اللي بيكسر ده جوه ايه؟ قليل ولا كتير؟ ده كتير. ده بيكسر من العشرة اللي بيخشوا بيكسر 8. يبقى واضح ان هل في عند الدواء ده مشكلة في الانزيم اللي بيكسره ولا ده كتير قوي؟ بمعنى تاني، بمعنى انك انت لو جبت دم اكتر والدم ده مليان دراج اكتر، انت هنا الان ان الميتابولايزنج انزيم ما يعرفش يكسره ولا هيكسره؟ يبقى انا هنا مشكلتي مش في مين؟ مش في الانزيم. بالعكس، انت كل ما هتزود البلاد فلو، ها، كل ما الانزيم ميتابولايزنج انزيم هيشتغل ايه؟ اكتر. يبقى انا هنا الدواء ده تكسيره معتمد على كمية الانزيم ولا معتمد على البلاد فلو اللي جاي للليفر؟ مين اللي بيبقى بلاد فلو؟ طب تعالوا نكمل. لو انا عايز احول ده لريشيو، انتوا قلتوا كام مولكيول بيتكسر؟ 8. طب حولهولي لريشيو، هتقسم على ايه؟ هو داخل كام؟ داخل 10، وانت كسرت منهم كام؟ 8. يعني 8 على 10.
طب ترجمها لي في الايكويشن دي. concentration artery ها minus concentration اللي في الفين اقسمه على ايه؟ العشرة دي اللي هي الكونسنتريشن اللي فين؟ يبقى هنا على الكونسنتريشن اللي في الارتري. كده اتحول لايه؟ لريشيو. يعني اقدر اقول كام في المية من الدواء بيحصل لهم اكستراكشن؟ ها؟ 8 على 10 يعني كام في المية من الدواء بيحصل له اكستراكشن؟ تقريبا 80% من الدواء اللي داخل ها بيحصل له ايه؟ بيحصل له اكستراكشن. اما تقول 80% ممكن تترجمها لرقم تاني، ممكن تكون ايه؟ ها 0.8. يعني لما تقول الاكستراكشن ريشيو بتاع الدواء 80% دي واضحه. لما تقول الاكستراكشن ريشيو بتاع الدواء 0.8 معناها ايه؟ 80% من الدواء اللي بيخش بيحصل له ايه؟ بيحصل له ميتابوليزم او اليمينيشن. يبقى لما اجي اقول لك دواء الاكستراكشن ريشيو بتاعه اكتر من 0.7 تفهم ايه؟ 70% من الدواء اللي بيخش الليفر بيتكسر. طب وده تفتكر الميتابوليزم بتاعه معتمد على انزيمز ولا معتمد بقى على البلاد فلو؟ معتمد على البلاد فلو. بمعنى كميه الانزيم كتيره قوي، ما تقلقش انت بس ايه هات الدواء ده. كلمه هات الدواء دي يعني مين؟ هو البلاد فلو. يبقى الدواء اللي الاكستراكشن ريشيو بتاعه عالي قوي اقدر اقول عليه ده انزايم ديبندنت ولا فلو ديبندنت؟ فلو. يعني ايه فلو ديبندنت؟ معتمد على البلاد فلو بتاع الاورجان. الدواء ده يتاثر ازاي؟ لو قللت البلاد فلو اللي داخل للليفر. لكن مشكله الانزايم ما فيهاش مشكله. يعني لو هفترض الدواء اللي من النوع ده وعيان ابتدت وظائف الكبد تتأثر كخلايا بقى كإنزيم جوه الخلايا نفسها، هيتأثر أول الميتابوليزم بتاع الدواء ولا أنا عندي إنزيمز كتيرة؟ أمال إيه اللي يأثر فيه بقى؟ الفلو. يبقى لو هنا المرض اللي في الليفر كان فاسكولار يعني الفلو قل، في حاجة حصلت مرض، الأمراض دي هتعرف بقى أنواعها بعدين، بس ده بنسميه حاجة فاسكولار. يبدأ الدواء ده يتأثر ولا ما يتأثرش؟ يبدأ يتأثر. يبقى في هنا حاجة، لو الإكستراكشن ريشيو بتاعه ها قلنا إيه أكتر من 0.7، يعني إيه 0.7؟ هي 0.7 هي 70%. ده هنسميه ايه؟ فلو ديبندنت. والفلو ديبندنت ده يتاثر اكتر لو الفلو اللي داخل للليفر اتاثر. يعني عيان دخل مني في بورتال هايبرتنشن ممكن يتاثر، لكن علشان تاثر بقى على الليفر سيل نفسها محتاج ايه؟ محتاج الليفر دي تبوظ بدرجه عاليه قوي عشان يبدا يتاثر. يبقى هنا في دواء اهو انت عارف ان هو فلو ديبندنت وابتدت الليفر تتاثر شويه، اتاثرت بارينكما مش فاسكولار، غالبا هنا الدوز ممكن ما تعملش فيها ايه؟ ليتر اون تبدا تغير في الدوز. لكن امتى تبدا تخاف بقى من الدوز بتاعتك؟ اول ما يبقى المرض ايه في الليفر؟ فاسكولار. ده نوع، مش عايز اخش امثله عشان، لكن ده بيفسر لك اهو دواء ممكن جدا في عيان عنده ليفر ديزيز بتعمل ري ادجاست الدوز حسب نوع الليفر ديزيز. طب فهمنا المثل ده؟ ده يبقى الاكستراكشن ريشيو ده هو الايه؟ هو الاكستراكشن بتاع الدواء في ايه؟ في سنجل باسج اهو زي ما انا قلت، دخل كام؟ خرج كام؟
وده انت بتقسمه حاجه من الاثنين، لا فلو لا انزايم ديبندنت. طب بص بقى النوع تاني. النوع التاني ده بيخش 10 بيخرج 8. ها؟ يعني كده الاكستراكشن ريشيو بتاعه كام؟ احسبه لي كده. 10 ناقص ها 8 كام؟ 2 على 10، يبقى كام الاكستراكشن ريشيو بتاعه؟ 0.2. يعني انا مدخل لك 10 بتكسر لي بس منهم 2. يبقى واضح ان في ليميتيشن في ايه جوه؟ في الانزيمز. هنا بقى يتاثر بايه؟ اول ما تلاقي حصل بارينكمس ليفر ديزيز ده وده يتاثر ولا لا؟ يتاثر. لان كميه الانزيم ايه؟ قليل. يبقى عندي هنا في انواع من الدواء، انا بقول ده لسبب. عشان لما تيجي في يوم من الايام هتلاقي ان عيان عنده ليفر ديزيز وعيان تاني عنده ليفر ديزيز، تيجي تدي دوايين في اختلاف في الامراض، في اختلاف في نوع الديزيز، في اختلاف في نوع الادويه، زي ما قلت دلوقتي في حاجه اسمها فلو ديبندنت وفي حاجه اسمها انزايم ديبندنت، فده بيفرق معايا، هتشوفه ليتر اون، هتلاقي هتستغرب هو مش ده ليفر ديزيز وده ليفر ديزيز، لكن في اختلافات، في اختلافات لان حسب نوع الدم. يبقى الدواء الاكستراكشن ريشيو بتاعه اكتر من 0.7. ها ده هنا هيبقى ديبندنت على ايه؟ ده قلنا فلو ديبندنت. يعني ايه 0.7؟ يعني كام في المية؟ هي 70% من اللي بيخش بيتكسر. الدواء اللي بيبقى اكستراكشن ريشيو بتاعه 0.2 ها هنا هيبقى ايه؟ انزايم ديبندنت. ده بقى يتاثر قوي لو خلايا الليفر حصل فيها حاجه، لانه مش ناقص، ها؟ كميه الانزيم قليله ومش ناقص تقلها اكتر من كده. اوكي؟ طبعا في ادويه بيبقى ان بتوين، مش قضيتي قوي، لكن نتمنى بنتكلم على الاكستريم علشان نبقى فاهمين الفروق. الحاجات اللي ان بتوين بتتاثر طبعا بالاثنين. يبقى ده اسمه اكستراكشن ريشيو. في اي استفسار قبل ما اخش بقى في اخر حاجه اللي هي الاكسكريشن؟ ها واضح كلمه يعني ايه اكستراكشن ريشيو؟ اخر حاجه ودي حاجه بقى بسيطه جدا مش زي الميتابوليزم. الاكسكريشن بيتم فين؟ اكستريشن زي ما قلت الميتابوليزم مينلي ليفر، هيبقى مينلي ايه؟ هيبقى مينلي كيدني، ده اسمه اكسكريشن، لكن ما يمنعش انه ممكن يحصل في اي سايد تاني، يعني ممكن اكسكريشن في البايل، ممكن اكسكريشن في السلايفا، وزي ما قلت قبل كده دواء بتحس بطعم، مين؟ مشهور قوي. دواء بيكرهك في الدنيا. تاخد الدواء ده مفيش حد يقدر يكمل 10 ايام منه، هو المفروض يتاخد 10 ايام عشان يجيب افكت. فلاجيل. جربه كده حد يجرب فلاجيل وبعد يومين ثلاثه تبدا تحس ان طعم بقك ده تشتاق نفسك. هو ده عيبه. ده من ضمن وتالي بيخلي ان الاميبا في مصر اندمج ما بتروحش لان مفيش حد بيكمل كورس الفلاجيل. ما بيقدرش عليه. ممكن يتم الاكسكريشن، خد بالك لو واحده لاكتيتنج هنا في روت اوف اكسكريشن، وده طبعا انت لاكتيتنج وده هنا انت مش انت بتاذي مين هنا؟ بتاذي البيبي. يعني من الحاجات المشهوره قوي ها ان ساعات تيجي الام مثلا تشتكي ان البيبي ما بينامش، هي كل القضيه ان هي بتشرب شاي وقهوه كتير وده بيحصل له اكسكريشن في الميلك فبالتالي ممكن ياثر عليه. تيجي تقول لك ان البيبي بيحصل له مثلا دايريا، هي بتاخد لاكستيف او ملين وبالتالي
ده بيبقى فيه. يبقى برضو من ضمن الحاجات اللي بتسألها تنساش تسألها لو هي في ميل البريجنسي، بس طبعا قبل تجيش تسألها متجوزة ولا لأ، متجوزة ولا لأ، بريجننت ولا لأ، ده مهم قوي الكلام ده كله. ده يعني لو ما عملتوش انت دي كلها قضايا، قضايا وما فيهاش هزار. هي بريجننت ولا لأ، لاكتيتنج ولا لأ، خد بالك في ادويه ما ينفعش تديها في واحده لاكتيتنج، يعني ما اقدرش مثلا واحده لاكتيتنج لو انا عايز ادي مثلا استيرويد ده ممكن يوقف نمو البيبي، الا بقى لو انا خلاص لازم اديها استيرويد هاخد البريكوشنز بتاعتي هوقف لاكتيشن. يبقى كل ده وانت بتكتب خد بالك من النقط. فهو سيمبلي بقى الاكسكريشن فيري سيمبل اهو، هيحصل ايه الاكسكريشن؟ الدواء غالبا هينزل منين؟ من الجلوميريال فلتريشن اهو. عشان الدواء ده ينزل من الجلوميريال فلتريشن حجمه يبقى ايه؟ حجمه معقول يقدر يعدي. حجمه معقول دي يبقى اكيد مش اللي ماسك فين؟ اكيد مش اللي ماسك في البلازما بروتين، لان اللي ماسك في البلازما بروتين حجمه ايه؟ حجمه كبير. يعني زي ما قلت المره اللي فاتت البايندنج تو بلازما بروتين بيعمل ايه في الاليمينيشن؟ بيقلل الاليمينيشن اهو. الدواء نزل حصل له فلتريشن يكمل ولا يبقى ري ابزورب الثاني؟ تعتمد على ايه؟ هو ليبيد سولبل ولا ووتر سولبل؟ دي اللي كنت بترجمها الى البي اتش ميديوم والبي كي اي بتاعت الدواء. فاكرين قلت ان الدواء لو اسيدك وعايز تتخلص منه اعكس اليونين، هو اسيدك خلي اليونين ايه؟ الكالاين. يعني ايه خلي اليونين الكالاين؟ ده بيزود لي حاجه اسمها ايونايزد فورم، فالايونايزد فورم ينزل ما يرجعش تاني. لو هو عندك دواء بيزك وعايز تعمل له اكسكريشن غير، هتغير ازاي البي اتش؟ في ادويه بنديها بتغير البي اتش، يعني ممكن ادي العيان سيمبلي ادي له صوديوم بايكربونات. صوديوم بايكربونات ده يخلي اليورين ايه؟ الكالاين. عايز اخلي اليورين اسيدك ممكن ادي فيتامين سي اسكوربيك اسيد يخلي اليورين اسيدك. يعني ده في ايدينا اقدر استعمله لو انا بعالج او بحاول اعمل اكسكريشن لدراج. في بعض الادويه بقى ما بتلحقش السكه دي، ما بتنزلش من هنا. امال بتنزل منين؟ بيبقى عندي هنا على البروكسيمال تبيول في حاجه اسمها كارير. الكارير ده زي ما انا رسمه كده موجود على البروكسيمال تبيول، وبيجي الدواء بتاعي باخد الدراج من البلد ينزل عن طريق الكارير ده الى البروكسيمال تبيول. يعني ما بيعديش على ايه؟ ما بيعديش على الجلوميرولس. ممكن بعد كده يتعامل معاك الجسم نفس المعامله بي اتش وبي كي اي، لكن هو بيخرج هنا. البروسيس دي بنسميها اكتيف سكريشن، اكتيف سكريشن. خدوا بالكم البروسيس كلها اسمها ايه؟ اكسكريشن. لما تقول اكتيف سكريتوري سايت هو ده الكارير اللي موجود في البروكسيمال تيبيولز، وهو بياخد الدواء من البلد علشان يرميه في التبيوز. ده اسمه اكتيف سكريتوري سايت. طبعا عندي الاكتيف سكريتوري سايت في البيزك وفي الاسيدك، اللي بيهمنا قوي هو بتاع الاسيد. طب هو ده في جسمنا لايه؟ ده معمول علشان يعمل سكريشن لليوريك اسيد. ده مخصص للسكريشن بتاع اليوريك اسيد. لما نيجي ناخد بقى في الدراجز حاجه اقول لك ايه؟ انا عندي دواء سي مثلا اسبرين، سي مثلا حاجه زي سايزايد ده دايوريتك،
السايزايد او الاسبرين بيخرج من الجسم منين؟ بيخرج من نفس السايد ده، هو ده هيخرج من هنا. اسبرين او سايزايد بيخرج من نفس السايد. سؤال نفكر فيه كده لمدة نص دقيقة بالبونص، هو ده حاجة زي أسبرين، حاجة زي سايزايد، ممكن تعمل ايه في اليوريك أسيد؟ نفكر. ها؟ تعليه فين؟ ها قولي فين؟ هتعليه في الدم. هتعليه في البلاد ليه؟ علشان خاطر بيبقى في عدد معين من الكاريرز. ها؟ لما مثلا يبقى يحصل ساتوريشن. اه. يبقى بالظبط كده. يبقى لما نيجي نتكلم بقى ها؟ واجي اقول ايه الادفرس افكت للاسبرين؟ هيبقى من ضمن الادفرس افكت بتاعت السمول دوز اسبرين، سمول دوز هايبر يوريسيميا، صح؟ ليه بقى هايبر يوريسيميا؟ عشان في كومبيتيشن على السكريشن بتاع اليوريك اسيد. حاجه ثانيه، اما نيجي ناخد السايزايد هتلاقي برضه الادفرس افكت بتاعته ايه؟ ها؟ هايبر يوريسيميا. ليه؟ لان برضه في كومبيتيشن على اليوريك اسيد. بلاش، حاجه ثانيه. كان زمان عندنا البنسلين. البنسلين ده كان بيحصل له إليمينيشن من هنا، ده بنسلين، وكان بيحصل له إليمينيشن لدرجة إنه ما بيقعدش في الجسم أربع ساعات، بيخرج على طول من الجسم. فالناس فكرت تعمل معاه إيه؟ كملي معاه عشان تاخدي الجايزة. تفتكري تعملي إيه مع البنسلين عشان تخليه يقعد في الجسم مدة أطول؟ ها؟ لا مش هقلل. ها ها هقلل. ها تقليه ازاي؟ هعمل انهيبيشن. بايه؟ بالدوائيه. مش مهم اسم الدواء، ممكن تدي مع البنسلين ايه؟ حاجه ايه بتشتغل على نفس الايه؟ على نفس الاول، نفس الكارير كده. لما هتديها معاه هيحصل ايه في الاليمينيشن بتاع البنسلين؟ هيقل فيقعد مده اطول. وده كنا بنعمله، كنت بدي حاجه اسمها بروبنسيد. بروبنسيد ده مش دواء، تديه مع البنسلين ليه فايدته بقى؟ هو بيخرج بنفس الروت فيحصل كومبيتيشن، فالبنسلين ما يخرجش يقعد مده اطول. ودي كانت من ضمن الطرق اللي انا اقدر اطول بيها الاكشن اوف بنسلين. يعني من البوينتس دي بقدر افهم حاجات هنفهمها مع الدراج. اتفقنا ان الاكسكريشن ممكن يحصل في اي مكان، بس طبعا ده المين سايت. اكسكريشن بقى يتاثر بايه؟ قلنا الفلتريشن طبعا، البلاس سبلاي اللي رايح للكدني، بيتاثر بالبايندنج تو بلازما بروتين، كل ده ممكن ياثر على السكريشن. الاكسكريشن يتاثر بايه؟ يتاثر بالبي كي اي والبي اتش بتاعت الميديوم، كل ده ممكن ياثر لي على الاكسكريشن. مع البنسلين كنا بنحط حاجة اسمها بروبنسيد. دي كانت يعني مادة كده مش يعني ملهاش شغل واضح، وبنحطها مع البنسلين. ها؟ في أي استفسار؟ آخر حاجة، من ضمن الروت اوف اكسكريشن يا جماعة، ودي حاجة برضو ليها كلينيكال امبورتنس، احنا عارفين ان الدواء بيحصل له ايه في الليفر. قلنا لو دخل فيس 2 بيحصل له كونجوجيشن. الكونجوجيشن ده ممكن
ممكن يحصل له اكسكريشن في البايل، وبعدين يخرج من البايل يخش على الجي اي تي. انا عندي اهو ادي الدواء بتاعي في الجي اي تي، ده الدواء ماسك في مين؟ ماسك في الجلوكيرونيك، وده كنت بسميه ايه؟ كونجوجيت. واتفقنا ان اي كونجوجيت ووتر ولا ليبيد سوليبل؟ ووتر سوليبل، خلاص ده ووتر سوليبل. المفروض ده كووتر سوليبل ها يحصل له ايه؟ يحصل له يرجع تاني يحصل له ري ابزوربشن؟ لا، هيحصل له ايه؟ يحصل له اكسكريشن في الستول، صح؟ يجي لي هنا فلورا. الفلورا بتعمل ايه؟ الفلورا تقوم جايه كسره ده، كسره البوند دي. لما تكسر البوند ده يخرج الدواء ايه؟ فري. ها يحصل له ايه؟ يحصل له ري ابزوربشن تاني. يعني هو نزل في الجي اي تي والفلورا راحت كسر الكونجوجيت، راح راجع الدواء تاني. دي كنا بنسميها حاجه مشهوره قوي اسمها انتيرو هيباتيك سيركيليشن. هي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن دي ليها اهميه في الدراج، هدي مثلا واحد ولحد دلوقتي هو ده اللي احنا برضو بنتكلم عليه. من ضمن الروت اوف اليمينيشن بتاع الاورال كونتراسبتيف كاستروجين، ده جزء من الروت اوف اليمينيشن. يعني الاستروجين بيمشي في السكه دي والفلورا تكسره ويرجع الاستروجين ايه؟ يحصل له ايه؟ يحصل له ري ابزوربشن تاني. انا من شويه قلت هو ليه بيحصل منع حمل؟ لازم يبقى عندي ليفل معين من الاستروجين. طب بصوا كده معايا بقى، في واحده بتاخد اورال كونتراسيبتيف، البروسيس دي بتحصل ولا لا؟ بتحصل. يعني جزء من الاستروجين اللي في الجسم جاي منين؟ ها؟ جاي من تأثير الفلورا على الميتابولايت بتاع الاستروجين. ما هو الاستروجين بيرجع تاني يمتص ويخش البلد، فمديني جزء من الليفل استروجين ده ولا لا؟ هو ده اللي مديني جزء من الاستروجين ليفل. ممكن يحصل ايه؟ فلورا. دي فلورا بكتيريا. ها؟ تدي ايه للعيان؟ انتيبيوتيك، صح؟ تعمل ايه بالانتيبيوتيك؟ هتموت الفلورا، ها؟ هيحصل ري ابزوربشن للاستروجين؟ يحصل ايه؟ الاستروجين في الدم ايه؟ يقل، ها؟ يحصل بريجنسي. يبقى برضه لما انا ده دراج هيستوري، كل اللي انا بقوله ده دراج هيستوري. نصيحه، اوعى تكتب دواء الا لما تاخد دراج. العيان ماشي على ايه؟ الكلام ده مهم. ده مش وظيفه. زي ما قلت، انت مش بتعالج مرض، انت بتعالج مريض وحده كامله. فخد بالك، لو هي مثلا ماشيه على اورال كونتراسيبتيف، لا خد بالك، لو اديت انتبيوتيك لفتره ممكن ياثر على الفلورا، وده ممكن يعمل لي مش مشكله معاها. كل دي بيبقى ده ودي وده ريبورتد مع الاورال كونتراسيبتيف، فكره الانتيرو هيباتيك سيركيليشن دي. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن نشوفها مع الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، ده روت اوف اكسكريشن وممكن يحصل منه دراج انتراكشن. في اي استفسار؟ اوكي، شكرا.